ليلة العيد وأنا من بلادي بعيد، ما في فؤادي لطوفان الأسى من مزيد. قلبي بوادي بنا وبيا ووادي زبيد هايم، وروحي أسير الغربة القاسية. لم تعد وطأة العيد قاسية على الذين نأت بهم الظروف بعيدا عن اليمن، فهي تشمل حالة جديدة من الاغتراب هذه المرة داخل الوطن نفسه الذي تحول معظمه إلى ملاذ غير آمن للملايين من أبناء هذا البلد. لماذا تتعمق الغربة في الذات اليمنية إلى هذا الحد؟ سؤال برسم التشوه الذي أصاب البعض ممن استبدت بهم نزعة الاستحواذ على السلطة، حتى لو ارتفعت قيمة الفاتورة التي يدفعها اليمنيون جراء ذلك من دمائهم وأعراضهم ومن حقهم في الحياة. خلف هذه المفردات الجارية على الألسن المحمولة على لحن بديع مع كل عيد يمر على اليمن، يختفي في واقع اليمنيين هذه الأيام أنس العيد وبهجته. البعيدون عن اليمن أسعد من غيرهم بالتقاط لحظة الأمان المفقودة في بلدهم، لكن ذلك ليس إلا طيف، إذ سرعان ما تجرفهم موجة القلق وتلقي بهم في قعر الواقع المؤلم في بلدهم. لا شيء أقصى من أن تزداد وطأة الغربة في الوطن، وهو أمر يتحقق عندما يفقد المرء صلته بالمألوف، بالملامح وبالتفاصيل التي تتجدد مع عودة العيد. فما بالك عندما يجد المرء أن كل هذا قد ضاع في ثنايا هذا الحطام الذي بات البعض محروما حتى من إطلالة سريعة عليه ولو من بعيد. العيد في يمننا المنهك ينحشر أكثر فأكثر في ثنايا هذا الإيقاع المبهج الذي بات أبعد ما يكون عن الوجدان المكلوم لليمنيين.